لو الحكايه فيها ان فيتو في ناس كويسين في الحزب، في ناس بلطجيه مش عارف نازلين تاني ليه. لا ده اللي نازل كمان البلطجيه اللي كان بيبلطجوا صالح مرشحين الحزب الوطني. للاسف الناس ما عندهاش بال. فدي دايره انا في 2005 خمس سنين بحمد ربنا الحمد لله مش هتصرف في السحب ولا خلصت. غطيت مصارف، غطيت ترع، مدارس، مستشفيات على احدث مستوى، مراكز شباب، ملاعب، شبكات كهرباء، ميه.